مرحبا، اهلا وسهلا فيكم لهيدي الحلقه الخاصه. ان شاء الله تكون يمكن بدايه سلسله جديده من اسئله واجوبه. عم تجيني كثير استفسارات صراحه على السوشيال ميديا عن الخبز والعجين والتخمر، وتكررت كثير اسئله تتعلق بالحموضه، وهذا طبعا من الاسئله الشائعه خاصة بمجال المخبوزات المخمرة طبيعيا او السوردو. اوكي، فبدي احكي عن هالموضوع هيدا وجاوب عن هالاسئله بدل ما اقعد اكتبها كتابا نرد على الاسئله وتكون لشخص او شخصين يشوفوها، مشان تعمل فائده انا راح جاوب على الاسئله هلا بهذا الفيديو. اوكي، فهلا نحكي عن الخميره الطبيعيه او خبز الخميره الطبيعيه وليش بيطلع حامض او طعمته فيه حموضه زائده، يعني وكيف ممكن نتلافى هذا الموضوع او شو الحل، شو الحلول يعني. اوكي، اول شيء لنحكي عن الخميره الطبيعيه او الخبز الخميره الطبيعيه، شو الاسباب اللي بتخلي الخبز يعني زائد الحموضه؟ اول سبب من الاسباب طبعا هو البادئه، ستارتر او البادئه، البادئه غير متزنه، غير متوازنه او غير متزنه. اول سبب لعدم اتزان البادئه هو تغيير نوع الدقيق او التغذيه اللي عم نغذيها يعني وكميته، يعني النسب اذا صح التعبير، اذا كان عم نغذي نسب كبيره من الدقيق او اقل، هذا التغيير اذا كان مفاجئ كمان رح يأثر على اتزان الخميرة أو البادئة، وبالتالي رح يأثر على طعم الخبز. الإهمال أو عدم التغذية بانتظام، كتير يعني منا ما بيكون لهم يعني الصبر الكافي إنه يقعد يغذوا الخميرة أو البادئة مرة ومرتين وثلاث مرات باليوم، خاصة إذا كان الجو دافئ بحاجة لعناية أكثر. فبالتالي هذا الموضوع كتير مهم، الاعتناء بالبادئة وعدم إهمالها مفتاح أساسي جداً لخبز مخمر طبيعياً ومتوازن بالطعم، وطبعاً منتفخ وشكله حلو وطعمه لذيذ ومتوازن. طبعاً لا يخلو من شوية حموضة، وهذا طبيعة الخبز المخمر طبيعياً، بس ما بدنا طبعاً حموضة تطغى أبداً على طعمة الدقيق نفسه أو طعمة العجين. التبريد المتكرر كمان بيسبب حموضة للبادئة، بحكي أنا للبادئة لستارتر، إذا من كتير من يعني منغذيها ومنعطيها وقت إنها تنشط ونحطها بالتلاجة، أو منغذيها ومنحطها بالتلاجة ومنطلعها ومنحطها، يعني هاي التكرار بموضوع التبريد بدون إعطاء الوقت الكافي للبادئة إنها تكون متوازنة أو تتزن بشكل صحيح وتتخمر بشكل صحيح، رح ينشط البكتيريا. طبعاً البكتيريا بتنشط أكثر على درجات حرارة متدنية أكثر من الخمائر الطبيعية، فبالتالي هيدا الاختلال بالتوازن من بين الكائنات الحية هيدا رح يؤدي لإفراز أحماض أكثر من البكتيريا، فبالتالي رح طعمتها تكون زائدة الحموضة. شو الحل؟ الحل هو الاعتناء بالبادئة. أوكي؟ الاعتناء بالبادئة وتغذيتها بشكل غير مفاجئ بنفس نوع التغذية أو نفس نوع الدقيق، ما نغير بالنسب كتير، يعني مرة منغذيها شوي، مرة منغذيها كتير طحين، مرة منغذيها بمي دافية، مرة بمي باردة، لا، لازم نكون ثابتين بموضوع التغذية. المهم إنه يكون التغذية دائما يعني نحط ببال، لأنه الاعتناء بالبادئة كتير مهم لأنه تعطي طعم متوازن وتنشط بطريقة صحيحة. ما نبردها بشكل متكرر أكيد، يعني هذا من الحلول انه ما تتبرد. اذا كان نحن منا متاكدين من بادئتنا او منا متمكنين من موضوع البادئ او التخمر الطبيعي، ما نغامر ونحطها بالثلاجه دائما، لانه رح تضعف توازنها بالثلاجه، وبالتالي رح بدها وقت اكثر لرجع تتعافى برا الثلاجه، خصوصا اذا كان التبريد مكرر رح يساهم بانه تضعف ويختل توازنها. طبعا مش حتموت، بس حتاخذ وقت اكثر لترجع تتعافى من هذا الموضوع. ثاني سبب من اسباب التخمر الزائد للعجين او حموضه العجين، اوكي، هو التخمر الزائد للعجينه بمرحلتها الاساسيه او التخمر الكلي، البلك فرمنتيشن. العجينه لما تتخمر بشكل زائد رح تفرز الخمائر الطبيعيه او الكائنات الحيه الموجوده بالبادئه او بالخميره، رح تفرز حموضه او احماض زائده كنتيجه عن
عن طول التخمر وقلة عدد السكريات. يعني الطول لما تتخمر فترة طويلة العجينة إما بسبب الجو الدافئ أو بسبب طول التخمر رح يقل كمية الغذاء الموجودة بسبب استهلاكها، وبالتالي رح تصير في إفراز أكثر للأحماض. أوكي، فهذا بيعطي طعم الحموضة الزائدة للعجين. التخمر الزائد إما بيكون عن طريق الجو الدافئ، يعني كون عجينة دافئة استخدمنا ماء بحرارة الغرفة أو ماء دافئ شوي والجو دافئ كان، أو اثنين سوا، يعني نحن صيف وما عم ندور الاي سي أو مكان دافئ جدا أو ما يعني التخمر نشط بس الجو دافئ والعجينة عم تتخمر بشكل كتير سريع وهذا محتمل بالصيف، فهذا رح يؤدي لحموضة زائدة للعجين. أوكي، بالمرحلة التخمر الكلي. كمية البادئة ممكن تكون زيادة، كمية البادئة أو الخميرة ممكن تكون نسبتها كبيرة بالعجينة، فبالتالي كمان رح تتسبب بسرعة التخمر بالمرحلة الأساسية وبالتالي رح تحمض العجينة أسرع. تبريد العجينة، هلا فهمنا انه الجو الدافئ، بس كمان تبريد العجينه لاكثر من 24 ساعه رح يسبب بزياده الحموضه فيها، خصوصا اذا كانت التخمر نشط. يعني كل ما كان التخمر نشط اكثر كل ما بدنا ننتبه من موضوع التخمر بالبراد بالثلاجه او الاعاقه او اللي هو بتسموه يعني التبريد، تبريد العجينه بمرحله التخمر الكلي او المرحله الاساسيه. لما نحطها بالثلاجه بدنا ننتبه انه ما نخمرها اكثر من 24 ساعة، يفضل أقل، خاصة بفصل الصيف وخاصة لما تكون خمائر نشطة والجو دافئ. لما نتلجها ما تكون، أو لما نحطها بالبراد أو التلاجة ما تكون أكثر من 24 ساعة، هذا بيسبب بحموضة لأنه الجو البارد كمان بيسبب اختلال توازن مثل ما حكينا لصالح البكتيريا، اختلال توازن البادئة لصالح البكتيريا أو الخميرة يعني لصالح البكتيريا على حساب الخمائر، فبالتالي الحموضة بتتراكم أكثر بالثلاجة مع مرور الوقت. الحل هو استخدام ماء أبرد صيفاً. أوكي، هذا من الحلول، أنه نستخدم مثلاً مي 18 درجة 17 15 إذا كان جو كتير دافئ وما في تكييف مثلاً. أوكي، ممكن 10 حتى كمان، يعني ما رح يصير شيء إذا كانت الخميرة نشطة والعجينة شوي باردة، رح تاخذ شوية وقت أكثر بس رح تعطينا مجال ما تتخمر بشكل سريع. طبعا هذا ما بينطبق على الفصول الثانية، إذا كان فصل الشتاء أو الجو بارد هذا موضوع مختلف، بس الحموضة عادة تخمر زائد بصير بالصيف أكثر من الشتاء. ممكن نستخدم خميرة أقل لبادئة، يعني أنا دائما يعني أنا هي البادئة بنحضر منها خميرة كبناء، يعني بادئة كمية صغيرة بنحضر منها خميرة كمية أكبر بعدين بنحطها بالعجين، أو ممكن نستخدم البادئة نفسها بنحطها بالعجين. ننتبه أنه نستخدم كمية خميرة أو بادئة أقل من المعتادين عليه مثلا شتاء، إذا كنا عم نستخدم 10% من مجمل الدقيق موجود بالخميرة بنقلل النسبة ل 7% مثلا، عم بعطي مثال. عدم تبريد العجينة لأكثر من 24 ساعة مثل ما حكينا، هذا حل من الحلول، انه 8-12 ساعة يعني بنحضر العجينة بالليل بنحطها بالثلاجة مثلا لتاني يوم الصبح بنطلعها وبنقسمها وبنشكلها، ويكون هيك عندنا الخبز بينخبز الصباح 8-9 بيكون صار جاهز للفطور، فبالتالي يعني ما نبرد العجينة أكثر من 24 ساعة، يفضل هالشيء حتى ما تزيد الحموضة بالعجين. التخمر الكلي دائما من الأشياء اللي هي يعني صعب الحكم عليها إلا مع الخبرة، يعني بدنا نعرف نقيس امتى العجينه تخمرت بشكل كافي، لانه هذا وهذا كمان من الاسئله اللي تطرح علي دائما، انه كيف نعرف انه العجينه تخمرت بشكل كافي قبل ما نقسمها ونشكلها ونخبزها. مؤشرات على جاهزيه العجينه للتقسيم والتشكيل، يعني صارت تخمرت بشكل كافي وما حمضت كثير، هو انتفاخ العجينه. طبعا انتفاخ العجينة طبعا دائما يفضل دائما استخدام، يعني خاصة إذا كنتوا بعدكم منكم متأكدين ومتمكنين من موضوع التخمر الطبيعي أو العجينة المخمرة طبيعيا، يكون عندنا الوعاء اللي عم نخمر فيه العجين يعني في قياس مقاييس لتر 2 لتر كذا، حتى أو حتى ممكن يعني يكون الوعاء شكله يعني الجدران تبعيته تكون مستقيمة حتى نقدر نقيس ارتفاع العجينة، بنحط علامة مثلا على العجينة أول ما نخلص أو ننتهي من العجن، ولما تتخمر وتوصل مثلا ل 30 أو 50% كحد أقصى
لحجمها الأساسي اللي هو بدأت منه، نعرف إنه هذا هو الوقت لتقسيم العجينة. هلأ في ناس بيعملوا طريقة تانية، إنه بيأخذوا شقفة أو قطعة من العجينة بعد العجينة وبحطوها بوعاء صغير وبيقيسوا التخمر هيدي العجينة، وعلى أساسها بتكون مثل مقياس لتخمر العجينة الأساسية الثانية الكبيرة، حتى ما يضطروا إنه يقيسوا وكذا. هذا ممكن ينعمل هالشيء طبعا أكيد. وكمان في طريقة تانية، تذوق العجينة. يعني صح إنه أنا ما بستخدمها كتير، بس كنت لما كنت يعني بالمخبز أحيانا بيكون الجو دافئ جدا، فكان أمرات بلجأ لها حتى ما تحمض العجينة، بكون في عنا كذا عجينة عم نشتغل فيها بنفس الوقت كذا نوع، فحتى ما يعني يكون، لأنه الوقت دائما مش قياس يعني دقيق لوقت تخمر العجائن، هو بس مجرد مؤشر عام. فبالتالي لنعرف، لأنه كل عجينة بتتخمر بطريقة شكل بسرعة مختلفة بأوقات مختلفة بالفصول مختلفة، فمشان هيك ممكن ندوق العجينة إذا منا متأكدين، يعني إذا شاكين إنه العجينة تكون هلأ جاهزة أو لا، ناخد شقفة من العجينة مندوقها، إذا كان فيها طعمة عجين لسه بعدها معناتها ما خمرت منيح، إذا كان فيها طعمة حموضة على حلاوة شوي معناتها صارت جاهزة أو قريبة جدا من الجاهزية إنها تتقطع وتتشكل، إذا كان فيها لذعة الحموضة بدأت هذا هو الوقت المناسب، إذا كان فيها طعمة حموضة جارح نعرف انه تخمر العجينه زائد، راح يبين يعني نظرا العجينه راح تكون لامعه شكل لامع كثير ومنتفخه كثير، وهذا الشيء يعني سيء، يعني مش سيء يعني انه معناتها الخبزه زائد تخمرها زائد والحموضه فيها بلشت تتراكم، طبعا كل شيء راح يصير اسرع بعد هذه المرحله. فلما حتى ما نوصل لهذه المرحله وطعم الخبز يكون حامض، ننتبه لقياس التخمر، مستوى التخمر، او مندوق العجينه ونشوف عم نفتش على هذا الطعم اللي هو المتوازن بين الحلاوه والحموضه. اوكي، مع بدايه الحموضه الصغيره بنعرف انه صارت العجينه جاهزه للتقسيم. واخر نقطه هي التخمر النهائي للعجينه. اوكي، التخمر النهائي سواء طبعا بحراره الغرفه او بالثلاجه. يعني من الحلول لمعرفه أو يعني نعرف إمتى جاهزة العجينة أنه تتخمر وما تحمض كثير وهي بالسلال، هو أنه نراقب انتفاخ العجينة بالسلة، وممكن نطرق على السلة من الأسفل أو القالب، نطرق عليها من الأسفل، مندق على القالب من تحت أو على السلة ومنسمع صوت أجوف، صوت شيء فراغ جوا، هذا دليل على أنه العجينة انتفخت وتعبأت بغازات التخمر، صارت جاهزة لأنها تخبز أو صارت كتير جاهزة لأنها تخبز. بعد المرحلة أكيد رح تبلش العجينة، إذا انتفخت كتير ممكن احتمال تراكم الحموضة يكون زائد، وهذا الشيء طبعا أكيد يعني التخمر النهائي العجينة بعد ما تتشكل وتنحط بالسلال وتصير جاهزة أنها تنخبز، هذا تحصيل لكل المراحل اللي مرقت من قبل. فإذا كانت العجينة متخمرة تخمر زائد يعني بالمرحلة الأساسية، أو بدأنا بعجينة حامضة أو غير متزنة أو خميرة غير متزنة، رح نعرف إنه العجينة ما بقى فينا ننطر عليها كتير بعد التشكيل، بدنا نخبزها بسرعة، فأي تأخير بعد هيك رح يراكم الحموضة بزيادة. فموضوع تبريد العجينة بعد تشكيلها بالقوالب، إذا كانت العجينة متخمرة تخمر زائد هذا الشيء سيء جدا، ما لازم نبرد العجينه او ناخر خبزه، لانه رح يكون هذا الموضوع رح يراكم حموضه زياده بعد، رح طعم الخبز رح يكون فائق الحموضه. اوكي، فلنتجنب هالشيء اذا كانت العجينه تخمرت تخمر زائد بمرحله التخمر الكلي نخبزها على طول، ما بنطول عليها ابدا، بتكون عاده اسرع من الوضع الطبيعي. بس اذا كانت متزنه ممكن ناخر تبريدها مع الانتباه انه ما تتخمر تخمر زائد. كل هالنقاط هاي كونها بادئه او تخمر كلي او تخمر نهائي بيساهموا يعني الحموضه الزائده للعجين. والحلول اللي انا قدمت لكم اياها هي من الحلول للحد من الحموضه الزائده للخبز بالتخمر الطبيعي. بتمنى اكون اجبت على اسئلتكم وتكونوا استفدتوا من هاي الحلقه. شكرا كثير لمتابعتكم، وان شاء الله انا رح يعني اعمل فيديوهات ثانيه عن اجاوب فيها عن اسئلتكم
شكرا لك، المرة الجايه الله راضي، الله معكم.